أنا ساكن في منطقة جبيل البلد في عزبة عبد ربه، تعرض بيتنا للقصف وتم هدم كلي. أنا الآن أعمل ضمن برنامج تشغيل وتوفير فرص عمل لأصحاب البيوت المهدمة كليا من خريجي الجامعات في وزارة السياحة والآثار بغزة كمترجم في الوزارة. فرصة العمل غيرت الكثير وأضفت الكثير من الأمور على حياتي الشخصية وفي عدة جوانب، وهذا الشيء يعني أضاف إلي خبرة في هذا المجال كثيرة جدا، وكانت تجربة رائعة من هذا المجال. فكانت تجربة العمل بعد التخرج يعني وكأنه يعني الإنسان يقطف بعض من الثمار والثمار الجهود الدراسة التي بذلها في السنوات الماضية. بالإضافة لذلك أضفت الوظيفة على حياتي اللي هو تحسين الجانب المادي بشكل كبير جدا. كان هذا المشروع أول فرصة عمل إلي، عشان هيك إنه بحس إنه كان إلي جيد كتير وأضاف إلي كتير حاجات مهمة استفدت منه ماديا واجتماعيا، اكتسبت منه خبرات وكمان في مجال إضافي لمجال تخصصي، لأن تخصص رياضيات استفدت منه في علاقات اجتماعية بحكم إنهم فرزوني على جمعية، استفدت بعمل إداري كمساعد إداري، كان مجال عملي هنا في جمعية النجدة الاجتماعية. مر على جمعية النجدة عدد من المتطوعين وتعتبر آية بهجت من المميزين في هذا البرنامج خاصة في الخريجين، وتعتبر من قصص النجاح اللي مرت على جمعية النجدة، وحتكون بإذن الله في المشاريع اللي حتكون في شهر سبتمبر القادمة من أول الشخصيات اللي حنستدعيها على أساس أنها تكون عندنا في البرنامج التعليمي. بحكم أنه الجمعية وعدتني فرصة عمل ثانية، فطبعا هذا أعطاني دافع إيجابي بإني أستمر بالمجال اللي أنا فيه، وكمان إني أطور من نفسي بحيث أنه يكون إلي فرصة أكبر ودرجة وجودي أو إمكانية وجودي في بطلات تانية ومشاريع تانية يكون إلي فرصة كبيرة بحيث أني أستفيد منهم. أنا بشتغل في مكان عمل المقاولات، شغلي بنقل حديد، خشب، بسامير، بروح العمال وبجيبهم، بشتغل معاهم، بربط السلوك، بربط، بصف حديد. أخذت الخبرة من هذا المشروع وتعرفت على عمال جديد. الوظيفة غيرت وضع المادي من أسوأ إلى أحسن، تعلمت حاجات كثير في المشروع هذا، وتعرفت على أصدقائي في العمل. الشركة اللي بشتغل فيها وعدوني إنهم يثبتوني في الشركة وضلني معهم شغال على طول. العمل جهاد السلطان كان مثال فعلا للشاب والعامل النشيط الملتزم، جدع الشاب كان بيشتغل بزمه وضمير. طبعا بعد ما خلصت الفتره الزمنيه اللي كانت 50 يوم كان يعني حبينا انه هو يستمر معنا، وطبعا الى الان جهاد شغال معنا.